محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. أنت قد حجيتي؟ يعني الإفراد بالحج هو أنك تأتي بحج فقط بدون عمرة، تقول لبيك اللهم حج وتحج بدون عمرة، لا يعني لا قران ولا تمتع قارن علينا. الشخص إذا ساق الهدية معه خلى من بلده وجب عليه القران، لكن إذا لم يسق 60 بدنة والباقي وكلها لعلي رضي الله تعالى عنه ذبحها. ثم أيضا النبي